سمعتيها رشيد، هو فعلا اخويا فاش درت هذيك الزيت المباركة، سبحان الله. شغنقولك يا رشيد، والله ما عاد حلمت شي حلم غريب، ولكن ما عقلتش، وليت مبقاش كنعقل كي كنت نوبة نعقل نوبة ما نعقلش. حلمت شي حلم معرفتش، ما عقلتش رشيد، حلمت شي حلم طنت فكره وهذا، ولكن ملي كنصبح كنصبح بخير. شفهمتي، صبحت بخير و نطلت الصبح صليت و حزيت الماتيريال ديالي والمسائل ديالي ومشيت الخدمة وصافي، وزعما بخير وهذا. فهمتيني، هي الحلم اخويا اللي ما عرفتش شنو حلمت قبل ما عرفتش. ديك النهار قلت لك حلمت بهادوك، حلمت بهادوك دوك ديك تقليت بوبريس، كما حنا بوبريس كنحلم بهم تيتوجي، كان عندي بحال كنضربهم ولا ما عرفت كنقطعهم وداكشي. فهمتي، ما عرفتش، ما مني حلمت بهادوك الحيوانات، ولكن هاد المرة حلمتهم ما عقلتش. حلمت بعد حلمت كاين جو ديال بنادم كتير، ما فهمتش واش بتكون شي حاجة موت ولا الله أعلم. عرفتش رشيد، انا ما حسيت بخير وصافي، ما عرفتش كيفاش نقطع هذيك الزيت وشاف فيها صور. لا اله الا الله، قال لي راكي منور. قلت له بسم الله الرحمن الرحيم ملك الرحمن، قال لي ما عينتك حليمة تبارك الله. قال لي راه وجهك منور، ودرتها وحسيت وجهي تغير سبحان الله. يا ليلى يلا عطا انا مشيت تاني في الماء ما نخليهمش يلاحظوني. فهمتيني، حيت كيبقاو كيشوفو تيقولي يا راه وليتي لاباس، يا راه وجهك تنور، تيشوفو ليا وجهي تيولي ليا وجهي تيتغير بسم الله الرحمن الرحيم. ايوا هادشي اللي كاين، يعني انا ما عرفتش كيما كان الحال، زعما حسيت بالحيوية ونفسيتي مرتاحة. هادشي اللي كاين، مبقاش داك الزنطة اللي كانت ليا وديك القلق وعدمي، ما عرفتش.